ثلاث أسابيع. طب ثلاثة، قول ثلاثة. سبعة. لا بعدين مع القصة هذه والرواية، بعدين مع الورطة هذه، ما هو لازم أنا أعرف شو حل هاللغز هذا. لازم مش راح يهدالي بال ولا يغمض لي عين غير أعرف شو حل. ثلاث أسابيع تحمل مرتين. مين هو الزلمة هنا؟ مين هو الزلمة؟ فنجان قهوة، فنجان قهوة، كيس قهوة. أنا عارفه. بعدين وبعدين مع الورطة هذه. يا ابو عبدو الحين على صحتك يا ابو عبدو، ارحم حالك يا ابو عبدو، مالك على القهوة فنجان طايح فنجان نازل، ما طول بالك من الحين على صحتك. شو مالك انت الأخرية؟ شو مالك تطيري من راسك؟ لأن علي طرباشة شايف اديك أرنب، إذا صرت قايم لك هلقيتي بصدقي بهالعصاية بنزل فيكي بكسر العصاية على جنابك، خلص اهديلي شوي، اهدي. يو أنا شو قلت أبو عبدو؟ أنا شو قلت ابن حلال؟ أنا بدي أساعدك، قل لي يمكن هذا أساعدك أنا شو فيه خير؟ اي انت لازم تشكيلي دائما، تقول لي انت عارف انا دائما انا اللي بساعدك في كل شيء. ما مبين عليكي ما شاء الله الفهامه والشطاره بتشرشر الشرشر منك، ما انت ما شاء الله عليكي يا ام عبد، ما شاء الله عليكي وي على حظ المايل فيكي. انا اعطيك تعطيني اللغز. اي خلاص يا ابن الحلال اسكت، انا شو حكيت؟ انا بدي اساعدك، والله بدي اساعدك، بس انت قول لي قول لي، جرب احكي لي هالمره هذه، جرب قول لي هالمره هذه. هقول لك يا اختي شو مالي، وانت هو انت يا معبدو، انت يا معبدو عمرك ساعتين في ايراط هالقد، هقول لك شمالي، بدي اقول لك شمالي يا معبدو يا فيلسوف يا شاطر، بس شاطر تتدخل في شيء ما قالكيش فيه، بدي اقول لك شمالي، بدي اقول لك شمالي، قول لي بدي اقول لك. هذا يا معبدو صلي على النبي، اللهم صلي عليك يا نبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. بتعرفي انت جارنا فتحي صارت مشكله بينه وبين مرته، واجوا اهلها اخذوا مرته وحردوها وقاموا غيروا له رقم تلفونها، وهو بحاول له فتره بده يصل لها، يتصل عليها يحكي معها وتحكي معاه، مش قادرين مش قادر يصل لها ولا هي قادره توصل له. اه والله يا ويلي عليها، يا ويلي عليها، الله يسامحها اهلها سووا فيها، يا ويلي عليها يا ويلي عليها. فاليوم بالصدفه، اليوم بالصدفه بدخل عندي اخوها لمرت فتحي هذه الحرداني، بدخل عندي هو وياها، شو اسمها هي نوال اظني، اه نوال 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 صحيح، نوال مرته، مرته نوال، ايوه نوال. بيدخلوا عندي على المحل اليوم، إيه عندي في المحل جايين يتفضى عشان البضاعات عشان رمضان، ما رمضان الا تقولي كانه على موعد، الا جوزها فتحي اللي هو بعديها بشوي اللي هو داخل، سبحان الله غمزته انا هيك قلت هي جوا نوال. الا بقول لي يا عم ابو عبدو، بقول له ايوه يا عمي. الا بقول لي يا عم ابو عبدو، ثلاث اسابيع هي كتبتها، ثلاث اسابيع تحمل مرتين، والا اتقسمت السنة بنصافها من دون قيمة، صرت وحداني بعد ما كنا على أطباق السماء. بقول مال الولد أنا، في إشي يا عمي يا فتحي؟ اللي بقول يا عمي أبو فتحي زي ما بقول لك، ثلاث أسابيع تحمل مرتين وإلا اتقسمت السنة بنصافها من دون قيمة، وصرت وحداني بعد ما كنا على أطباق السماء. ضرب الولد عليه العوض ومنه العوض، الله يعوض على اهلك يا فتحي، الله يعوض على اهلك يا ابن الحلال. شو فيه؟ اللي بقول لي اسكت اسكت، بتطلع هيك الا البنت تضحك قاعده من بعيد وغمزته اللي هو بيغمزها بعينه. ولك شو اللي بصير هون؟ ولك شو اللي بصير من ورا ظهري؟ شو اللي بصير ورا ظهري؟ اللي بقول لي اسكت اسكت. والله شوي طلعوا طلعوا من قلب المحل. اللي بقول له شو بسوي يا عم يا فتحي؟ خير ان شاء الله، في اشي لا سمح الله، اشوف حرارتك يا عمي سخن اشي، تعبان اشي يا عمي، اوديك على دكتور اشي يا عمي، في اشي يا عمي صارت تخربت في الحكي. اللي بقول لي لا يا عمي ابو عبدو، انا نقلت نوال رقم تلفوني. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله سلاما قولا من رب الرحيم. يا ابني شو بتقول قاعد انت بلاك تعبان يا عمي، خليني اعطيك على دكتور اشي. اللي بقول لي لا يا عمي ابو عبدو، انا نقلت نوال رقم تلفوني، اعطيتها لغز وهي راح تفهم شو اللغز. ولك شو اللي بتقوله؟ بتقول لي قاعد اطباق السماء وحملت مرتين وولدت مرتين ومش عارف ايش رقم تلفونك، منين رقم تلفونك هالحكي هذا؟ منين جايبه هالحكي هذا؟
اللي بقول لي زي ما بقول لك يا ابو عبده، زي ما بقول لك هي عرفت شو رقم التليفون اللي مخلل دماغي بالزياده. ها اللي مخلل دماغي بالزياده ضل عندي شوي قاعد في الشي نص ساعه الا هالتليفون برن اللي بقول هي اتصلت هي عرفت الرقم. شو بتقوله؟ طلع قاعد يحكي معها شوي برا وقول له ان شاء الله خير. بقول له بس تعالي عمي، تعالي عمي شاهد عليك فهمني كيف اعطيتها رقم تليفونك. لا بيضحك اللي بقول لي على حساب يا ابو عبدو انت مسوي لي فيها فليسوف وشاطر وحدق والمي بتعديش من تحت رجليك وبتفهم الكبيره والصغيره. حلها يا ابو عبدو اذا بتقدر. قلت والله يا عمي ما ضل فيها حل، ما ضل. قام له بشارطني اللي بقول لي طب اسمع اذا قدرت تحلها من هون لبكره بدي اعطيك شو بدك. انا دك الصراحه صار عندي تحدي في الموضوع يا ابو عبدو، لازم اعرف شو معنى هذا اللغز وكيف قدرت نويل تعرف رقم التلفون وكيف حلت الشفرة. طيب عبدو هذا هو الحكي اللي مخليني انا اشرب كل كاسات القهوة هذه وراسي من جوا هوني برج براس ده يضرب يا ام عبدو. عرفت ليش يا ام عبدو؟ بسيطة يا ابو عبدو بسيطة، حلك عندي. اسمع شو رأيك انا احكي لك مع نويل، هلقيت بخطب حالي بروح عليها وبحكي لك معاها وبسألها كيف عرفت هي رقم التلفون، بجي بقول لك وانت بتقول له. ام عبدو ضب لسانك بحلقك وقومي قومي من قدامي بلاش هلقيت اقوم اركب فيك جريمه يا ام عبدو. قومي من قدامي يا ام عبدو لاني صدقيني شايف مش اديك ارنب الا شايف اديك تقولي ضبعها. اوعي تخليني البرج الضايل في مخي هون يضرب، اوعيها. يو انا شو اللي قلته؟ بدي اخذ مكنه يا ابو عبدو. خلاص اهدى 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 مشان انا تسكت. خلاص خلاص اسكت خلاص. وانتوا يا جماعه هدي ام عبدو عمرها بالحياه ما ساعدتني في حل شيء صغير. بالله عليكم بالله عليكم يا جماعه حبيبكم، انا حبيبكم ابو عبدو. اذا فيكم حدا بيقدر يغششني او يساعدني بحل هاللغز ما يقصرش معي، لانه هذا فتحي انا عارف بكره راح يجي ياخذني مسخره ويضحك علي وشرطه انا راح اجيب الحل. بالله عليكم يا جماعه ها مشهد عليكم ساعدوني، بديش اخلي فتحي يتشمت فيي بكره لانه بكره بده يجي علي يعطيني الاجابه. ساعدوني يا جماعه ها مشاهد عليكم مشاهد عليكم يا جماعه والله ده عن جد